يا مصطفى. اهلين وسهلين حسين بيه. يعطيك العافيه. الله يعافي قلبك يا سيدي. شو اخبارك؟ شنو شغل معاه؟ الحمد لله ماشي الحال كتير كتير. ويا ترى سالت لي عن الجاردينيا اذا بتعيش بجنينتنا ولا ما بتعيش؟ يا سيدي سالت لكم، هي بدها حراره عاليه وعندنا بجنينه هون ما بتعيش. ايوه. اصبح الله يرضى عليك جيب لنا كم تنكه فل ابيض، الوالده الله يطول عمرها بتحب الفل كتير. على عيني وراسي يا سيدي. واذا ما بصير سالي جيب لي كم عرق زنبق من هذه اللي له ريحه بلدي، ما بدي اياها المنظر بس. امرك سيدي. خذ لك، هي لك وهي لابو راميز. الله يطول بعمرك يا سيدي، فضلكم سامي يا سيدي. تسلم تسلم. تعال لك شو ساوي بجنينه، تعال. شرف سيدي شرف. يكبر قلبي على الطبع اللي عنده، ما بيهنا له عيش اذا ما ساير الشغيله كل يوم وحكى معهم وسايرهم وسال عن احوالهم. مظبوط مرت عمي، بس بيني وبينك عم يدللهم كتير، بخاف بعدين ينجلقوا. اي لا لا، ما بينجلقوا ولا شيء، كلياتهم أوادم وبيحلفوا بحياته قسم، بحبوه من جوات قلبهم. ما اختلفنا، بس عم يفطر معهم كل يوم جمعة. ولا مو بس هيك، هداك اليوم فات على غرفة الناطور وعمل تتبيلة الفول بإيده وقعد على الأرض مع الجناينية والطباخين وصار ياكل فول والزيت يشرب من كواعه. يسلم لقلبي على هالطبع الهني اللي إله، طالع لأبوه الله يرحمه، هداك هيك كان مثله فرد شكل. صحيح التواضع حلو، ما حدا بيقول العكس، إيه بس مو لهالدرجة. بعدين لا تنسي إنه حسيب قاضي الأمور الخطيرة ومركزه تقيل. دخيلك أنت ومركزه، شو يعني؟ رح ينهز مركزه إذا جبر بخاطر هالفقرة. يعطيكم العافية. الله يعافيك. مرحبا أمي. أهلين تقبرنا، الله يرضى عليك. شلونك لميس؟ الحمد لله ماشي الحال. تأخرت شوي ما هيك؟ صحيح، بس تأخري اليوم له سبب مهم جدا. شو بده يكون يعني؟ أكيد شي محامي من هالمحامين كانت مرافعته طويلة شوي. لا والله يا لميس، ما حسرتي هالمرة منوب. هو يعني أنا شايفتك مبسوط شوي ومشقرق، بقى شو القصة؟ يا ستي بالمختصر المفيد، اليوم عفوني من منصبي. شو؟ شو عم تقول أنت؟ سرحوك من شغلك؟ يعني رح تترك الوظيفة لك أمي؟ إيه والله يا أمي هذا اللي صار، وقبل ما يخلص الدوام بشوي تبلغت. اضرب عليك يا حسيب، بس شو السبب لك أمي؟ يعني هيك من باب للطاقة سرحوك؟ يعني لاقطين عليك شي شغلة لا سمح الله؟ لا ما لهم لاقطين شي، بس القيادة هيك ارتقيت. والله يا حسيب هي مو خبرية بنوم، عن جد انقهرت. وشو بدك تعمل لك أمي؟ بدك تضلك قاعد بالبيت؟ لا طبعا، بدي روح على الشغل. أنو شغل هاد؟ ما قلت سرحوك؟ صحيح سرحوني من منصب قاضي الأمور الخطيرة، بس بالمقابل رفعوني وعينوني بمنصب قاضي التحقيقات الأول. عن جد عم تحكي؟ اي والله، وبكره رح داوم بمكتبي الجديد. ايه هيك، الف مبروك يا امي، الف مبروك يا عيوني. والله لو بعرف زلغت لك انزلغطت. الله يخلي لنا اياكي، كله برضاكي يا امي. كبر قلبي. بس بتعرف اني عتبانه عليك يا حسيب؟ لا، ليش بقى؟ ما عاش العتب. يعني ليش ما قلت لي انه بدك تترفع؟ ضروري تترك لي اياها مفاجأة. صدقيني يا لميس، انا نفسي ما كنت عرفان. معقول؟ مثل ما عم قلك. يعني ما أخذ رأيك قبل ما يرفعوك؟ هلأ إذا واحد بدهم يعزوه ويعلوا مراتبه ضروري ياخذوا رأيه؟ وعلى فرض أخذوا رأيه رح يرفض يعني؟ طب شو مهمة قاضي التحقيقات الأول؟ يعني شو طبيعة القضايا اللي بحقق فيها؟ هو مهمة قاضي التحقيقات الأول التحقيق مع المسؤولين الكبار ومحاسبة المرتكبين والمقصرين يلي بتحولهم القيادة لعندي. دخلك؟ طيب شو صلاحياتك بالنسبة للأحكام؟ صلاحياتي بحددها القانون. والله بعرف، بس قصدي يعني فيك تحكم مؤبد إذا اقتضى الحال؟ لا مو أنا اللي بحكم، أنا بقترح الحكم بالإعدام أو المؤبد إذا دعت الضرورة. لا يا أمي لا، ورضاي عليك لا تقترح أي حكم بالإعدام لأي شخص كان، وخليك رحيم بعباد الله سبحانه وتعالى، وحاول إنك تقترح العقوبة الأخف لك أمي، لأنه مثل ما بيقولوا مثل ما العدل مطلوب الرحمة كمان مطلوبة. أنا ولك ابني ست مريضة وما بتعرف إمتى ربنا سبحانه وتعالى بياخد أمانته، فأخليني مسرورة منك سواء بحياتي أو بمماتي. الله يطول عمرك يا أمي، بس مو أنا حسيب. يا... بس
اسمع مني ولا تزعلني، الله يحن عليك. وإذا بدك ياني ضل رضياني عليك دنيا وآخرة، لا تخلي ضرر الناس يتحقق عن طريقك، وخاصة الإعدام، لأنه هالروح لك أمي اللي الله وهبنا ياها، هو وحده اللي بيسلبنا ياها وبيحرمنا منها. بس يا أمي. خلاص حسيب، الله يرضى عليك، ما عاد بدي نقاشات بهالموضوع. يلا لك أمي، قوموا على الغداء أحسن ما يبرد. يلا. صباح الخير جمعة. صباح الخير استاذ. كيفك اليوم؟ الحمد لله استاذ ماشي الحال. بعتي الفاكس على مجلس الوزراء اللي قلت لك عليه؟ نعم استاذ. شبك اليوم وشك اصفر ومرتبكي، مريضه شيء؟ لا لا ابدا استاذ ما بني شيء. اصبح الحقيني على المكتب واعملي لي قهوه وهاتي لي معك البريد لحتى اوقع. عفوا استاذ. نعم استاذ، في عندك زوار جوا بالمكتب. زوار؟ بس انا ما عندي مواعيد صباحيه. صحيح، بس هدول فاتوا غصب عني وما قدرت امنعهم. طيب ماشي الحال، يعطيك العافية. صباح الخير. صباح الخيرات. شو هو؟ ما تعرفنا على الشباب. استاذ طاهر، مطلوب القبض عليك واحضارك للتحقيق. شو السبب؟ ممكن اعرف شو السبب؟ نحن ما علينا للتنفيذ، تفضل معنا لو سمحت. طيب خبر الاهل بس. عفوا غير مسموح بهالشيء، خذوا شباب. شو ماذا خير استاذ في شيء؟ بس يلا. الو اهلين حسيب، طمني شو اخبار مرت عمي؟ ان شاء الله طلعت من العنايه المشدده. شو هالحكي يا لطيف، توفيت؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طول بالك حبيبي، طول بالك. يلا انا هلا بجي فورا، مع السلامة. لا حول ولا قوة الا بالله. صدقيني يا رباب، انا بعمري ما تدخلت بشغل جوزي حسيب، يعني ما صدفت ولا مرة. والله ما بعرف شو بدي لك يا لميس، بس انت بتعرفي هالشغلة مو سهلة بنوب، فيها قطع رقبة وسجن وبهدلة. ليش امتى محاكمة جوزك؟ بعد ما يتحقق معه. بقى بترجاكي يا لميس، إذا إلي عندك خاطر تحكي لي مع حسيب بك مشان يلتمسه بالتحقيق. مو قصة إنه يلتمسه بالتحقيق، القصة إنه حسيب ما بيرضى ولا بشكل حدا يحاكيه بموضوع حساس مثل هاد. بعدين لا تنسي إنه حسيب حلف يمين بالنزاهة قدام الجهات العليا. طيب أنا شو بدي ساوي؟ قولي لي انصحيني، يعني جوزي وأبو ولادي، معقولة أتركه مرمي بالسجن وأنا قاعدة بين أربع حيطان؟ وشو تهمة جوزك؟ جوزي منيف مثل ما بتعرفي، مدير السيولة والنقد العام. وتهمينه بالاختلاس. عفوا الرباب، انا ما بقدر افتح معه هيك موضوع بنوب، اعوذ بالله شو افتح معه هيك موضوع. اي والله جوزي بيطلقني وبيحسب الله ما خلقني. تشربي قهوه؟ لا ما بدي اشرب قهوه، اشربيها لحالك. الاسم الكامل؟ منيف بن سهيل نط الحيط. امك؟ سلمى بن صالح مزربان. سكن؟ شارع ابو رماني جادة السفارة. العمر؟ 54 سنة. يا منيف، انت متهم بالاختلاس وسوء الائتمان وفق الواقعة التالية. منيف نط الحيط مدير السيولة والنقد العام، اختلس من المال العام الموجود في مصرف الدولة مبلغا وقدره 25 مليون ليرة. فما هو تعليقك وأنت الأمين المؤتمن على المصرف الرئيسي للبلد الذي هو يعتبر بيت مال المواطنين والرعاية؟ وكيف تسور لك نفسك الأمارة بالسوء أن تطال نقودا هي في المحصلة نقود الشعب؟ ما بتخاف الله أنت بعملتك هاي؟ جاوبني لشوف. سيدي، بليلة ما فيها ضوء قمر، غمضت عين فتحت عين، لقيت حالي مدير السيولة والنقد العام بالبلد، والأموال اللي تحت أمري كتيرة تعادل الملايين والمليارات. بصراحة أنا لما تعينت كنت فقير عدمان، كان على يدين لبيت حماي 40,000 ليرة. فلما شفت النعيم اللي حواليه ضعفت نفسي وشطت ريالتي، خاصة أني كنت شوف الناس اللي ما بتشتريها بقشرة بصلي عم تسحب الملايين بالشناتي وعم تحملها بالزوزوكي. ف
فشفقت على حالي قلت يا ولد انت المتعلم المثقف الدارس تبع الراتب اللي عم تعطيك اياه الدولة والجاهل المزري يقش بالملايين. صعبت علي نفسي كتير، صرت مد ايدي للخزينة واسحب منها. والنكتة اني كنت اقول يا ريتي غيروني قبل ما جن وعمل لي شي عملي، بس ما في حدا لحدا وما كانوا يغيروني. كنت قول يا ريت يعملوا حملات تفتيش ويدقوا حتى خافوا وحسوا بحساب، بس ما كان حدا يدق ولا يفتش، وكأنه ناطيني حتى اوعى، لانه المسؤولين اذكياء يا سيدي وغالبا هيك بيعملوا، بمدوا لضعفاء النفوس اللي مثلي وبيخلوهم يسروا ويعملوا حالهم مو دريانين هيك لحتى يكشفوهم بالجرم الاكبر. المهم شو بدي ساوي؟ ما لقيت حالي إلا وأنا عم بنسى للوسواس الخناس وعم بسلو وحط مصاري دولي، وأنا عم بقول لحالي ما في حدا أحسن من حدا، الكل عم بسلو وما حدا عم بينكشف، وكل شيء حتى أمل لقمي لعيالي ويسترهم بعد ما ماتي حتى يترحموا علي. بس هلا يا سيدي أنا جمعت المبلغ كله يلي اختلسته ورجعته كامل غير منقوص لخزينة الدولة على دوز بارة، أتوسل إليك ترحمني وترحم ضعفي، لأني تعلمت من كيسي وعرفت إنه المال الحرام بيروح مثل ما بيجي، وأستغفر الله رب العالمين. أسمعنا أخوالك يا منيف، اقتراح الحكم. حسيب الله يحن عليك، لا تخلي ضرر الناس يتحقق عن طريقك. نظراً للظروف المخففة ولاستعادة المال المسروق وعدم السوابق ونبل الغاية المختلس من أجلها، رح اقترح لك الحكم بالبراءة والإعفاء من المنصب. انتهى. شكراً يا سيدي، الله يكتر من أمثالكم يا سيدي، شكراً يا سيدي، شكراً. يعني اقترحت لنا البراءة لمنيف؟ ايه والله يا لميس، لأنه طلع بريء الزلمة. يا عيني عليك يا حسيب، هلأ بقدر حمل الرباب مني إلا أول ما لآخر. شلون يعني؟ يعني رح إلا أني حكيت معك حتى تساعد جوزة وتبري، وهي الحمد لله مشي الحال. لا لا أوعك، شو هاد؟ أنا ما اقترحت البراءة للزلمة مشان تنسري أنت وياها. لكان شو؟ خلاص لميس خلاص، هيك كانت قناعتي. رحمة الله عليك يا أمي. يلا أنا فايت نام، عادي شغل كتير بكرة. تصبحي على خير. وانت بالأهله. الاسم الكامل؟ ساطع بدر نجمي. العمل؟ مستشار تعيينات الأول. قديش صار لك بمنصبك انت؟ 20 سنة سيدي. شوف يا ساطع، انت أحد المسؤولين الكبار بالوطن العربي عن تعيين المدراء العامين والموظفين الكبار بالدولة، سواء بالمؤسسات العامة أو الوزارات الرسمية، وبالتالي ترشيح الأسماء لاعتمادها وتسليمها فعاليات مختلفة في الوطن العربي، مزبوط ولا لا؟ نعم سيدي مزبوط. ولحسن حظك أنت شخصيا ما عليك ممسك واحد، لا من حيث الأمانة ولا من حيث الاستقامة ولا من حيث السلوك الوظيفي، وبالتالي ما عندك مخالفة واحدة بإدبارتك، وأرشيفك ناصع أبيض لا تشوبه شائبة، وتاريخك المهني نظيف وصيتك عطر، والرضا عنك بالأوساط العربية جميعا محقق. لكان ليش ما فيني سيدي؟ يا ساطع أنا شخصيا عندي شك فيك، شك قاتل، شك دابحني دبح، وصلاحياتي كقاضي التحقيقات الأول بتخولني إني وقفك ولو لمجرد شك. عفوا سيدي، الشك بإيش؟ افهم علي واستوعبني منيح، الله يرضى عليك، ولا تخلينا نتعب مع بعضنا بيكون أفضل. العفو سيدي، بس أنا ما فهمت عليك، ليش؟ أنا ملاحظ من زمان، يعني من وقت ما استلمت منصبك من 20 سنة كمستشار للتعيينات الأول بالوطن العربي، ملاحظ أنه كل المؤسسات المختلفة على تنوع مهامها ويلي أنت عينت مدراءها العامين خسرانة وعدمانة وكل مالها لورا، مما جعل وضعنا الاقتصادي والثقافي والحضاري والسياسي والإعلامي يتردى ويتراجع ويدب الفساد بالبلد. إيه بس أنا يا سيدي. لا تقاطع يا ساطع. أمرك سيدي. شوف، أنت صار لك 20 سنة
عم تعين هالناس بمرافق الدولة، مزبوط ولا لا؟ مزبوط سيدي. بقى ايدي على راسك، جاوبني على سؤال واحد بس، وعليك الامان والاطمئنان، وبحلف لك بالله عز وجل وبالمصحف الشريف وبكل ما هو مقدس اني رح اطلق سراحك فورا دون مساءلة، وما رح يطلع هالكلام يلي رح تقلي اياه برات المكتب. منيح هيك؟ شو هو السؤال؟ بتجاوبني بشفافية؟ بجاوبك ما دامك وعدت انك تخلي طرفي من المسؤولية، بس يا ريت تأمر بإخلاء المكتب لو سمحت. ولك يخرب بيت قلبك، المكتب ما في حدا. ولو يا سيدي، في العنصر. ايه ساطع، جاوبني لشوف، ليش الفساد عم يدب بمفاصل الدول العربية؟ يا سيدي الفساد صار ظاهرة عالمية، مو بس عنا، يعني خود مثلا أمريكا. لا أخي جاوبني على سؤالي وصلى الله بارك، شو بدنا بغيرنا؟ أنا حاسس أنه إلك دور مهم وكبير بوصول أوطاننا لهذا الوضع الطارئ ووقوفها على شفير الهاوية، فشو هو دورك بالضبط؟ يا سيدي ببساطة أنا عم أعين الرجل غير المناسب بالمكان المناسب، هاي هي كل القصة. ها ها، هلأ طمنت لي قلبي ووصلني حقي ولقيت جواب سؤالي، وعلى ما أعتقد القانون ما بنص على فرض عقوبة لواقعة مماثلة، ولهالسبب رح أأمر بإطلاق سراحك فورا وبالبراءة قطعا. الله لا يعطيك عافية يا حسيب على هالحكم، ولك هذا الشخص هو اللي لازم تقترح له الإعدام يا عديم الفهم. يمكن زعلت مني أمي، مو هيك سبتني لأنه ما لها بالعاده.